خلصت الثمان سطور، بعد كده برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبضيق الشغل كده. لو بصيت هلاقي عندي 18 غبزة، فأنا هفوت غبزة واشتغل في غبزة. هاجي أفوت واحدة كده وأدخل في ديت وأعمل حشو، وثلاثة سلسلة تاني، 1 2 3، وأفوت غبزة وأعمل في التانية حشو. وأعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وأفوت غبزة وأعمل في التانية حشو. وهمشي بالنمط ده لحد ما أخلص السطر. كده خلصت السطر. لو عدينا الفراغات ديت هنلاقيهم 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبضيق بالشغل الناحية التانية. وهاجي مكان الغبزة الحشو اللي انا واخداها وهاخد حشو، وثلاثة سلسلة، 1 2 3، مكان الغبزة بتاعت الحشو في الجهة التانية هاخد حشو عشان يكونوا قدام بعض. نعمل واحدة كمان، 1 2 3، نيجي في مكان غبزة الحشو بناخد غبزة حشو، وهكمل لحد النهاية. أنا كده وصلت لقبل النهاية، بشتغل التلاتة الأخيرة بتاعت السلسلة، 1 2 3، وباجي في أول فراغ عملته في الجهة التانية من الداخل باخد منزلقة. بعدين باخد سلسلة كده وبضيق بالشغل، وبسحب الخيط بالشكل ده واشتغل غبزة باف، 1 2 3. واتنين سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان هاخد غبزة باف، 1 2 3 4، وبسحب بالشكل ده وببقي 2 على الإبرة، وبعدين بسحب منهم منزلقة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبفوت 3 فراغات، 1 2 3، وبشتغل في الفراغ الرابع ده 12 عمود. واحد اتنين، وبكملهم ال 12. ده اشتغلت ال 12 عمود. بعد كده باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وبفوت 3 فراغات، 1 2 3، وفي الرابع بشتغل غبزة باف، 1 2 3 4. اتنين سلسلة، وفي نفس الفراغ باخد الغبزة التانية بتاعت الباف، 1 2 3 4. بعد كده باخد سلسلة واحدة بالشكل ده وبضيق بالشغل في الفراغ اللي جنبه على طول، اللي هو بعتبره البداية زي هنا، بشتغل 2 غبزة باف. يبقى أنا هشتغل هنا 2 غبزة باف، وبعد كده 3 سلسلة، وفوت 3 فراغات، وفي الرابع هشتغل 12 عمود. بعد كده 3 سلسلة، وفوت
ثلاث فراغات، وفي الرابع هشتغل اثنين وجبز باف، ونبقى لكم تاني. انا كده وصلت للنهاية، باجي اقفل هنا بمنزلقة في الفراغ ده بمنزلقة بالشكل ده، وبعد كده باخد سلسلة وبسحبها وبشتغل جبزة باف. اتنين سلسلة وفي نفس المكان جبزة باف. وتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وبروح على العمدان ديت كل عمود برضو عمود امامي. بشتغلهم كلهم كل عمود عمود امامي لحد ما اخلصهم. انا كده خدت كل عمود عمود امامي، بعد كده ثلاثة سلسلة بروح الفراغ ده بشتغل فيه اتنين جبزة باف. اتنين سلسلة وكمان غبزة الباف التانية، واحد وبضيع بالشغل. بروح الفراغ ده باخد فيه اتنين غبزة باف، وفي نفس او بنفس الطريقة هناخد كل عمود عمود امامي، وهنا اتنين جبز الضف. والسطر اللي بعديه نفس النمط ونفس الطريقة، وهضيع بالشغل وهاجي هنا في الفراغ ده هاخد اتنين جبز الضف وتلاتة سلسلة، واروح على العمدان ديت اخد كل عمود عمود امامي، وبعد كده تلاتة سلسلة وهنا اتنين جبز الضف، والف تاني واعمل نفس الدور التاني نفس الدور ده. يعني هكرر الدور ده مرتين، الدور ده والدور اللي بعديه، ونرجع تاني بنشوف هنعمل ايه. كده انا خلصت السطرين بقى بالشكل ده، اجي في النهاية كده هضيع الشغل واشتغل على طول في بداية السطر الجديد، واعمل غبزة باف. واتنين سلسلة واعمل الغبزة التانية، هو يعتبر نفس السطر اللي فات بس في اختلاف بسيط جدا. واحد اتنين تلاتة، تلاتة سلسلة، وبروح على العمدان ديت بدل ما كنت باخدها كلها امامية، لا هفوت اول عمود، هفوت اول عمود وهسيب اخر عمود من غير ما اشتغل فيه، واشتغل في الباقي كله عمدان امامية. يبقى انا فوتت اول عمود ما اشتغلتش فيه خالص، وهنا برضو هفوت اخر عمود مش هشتغل فيه خالص، وهشتغل بنفس النمط لحد ما اخلص الدايرة كلها. ما فيهوش اختلاف خالص عن الدور اللي فات الا الاختلاف البسيط ده، اللي هو هفوت عمود من هنا وهفوت عمود من هنا، ونرجع تاني.